حبايب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا بالف الف خير. وانتو تشوفون هذا الفيديو اشتقت لكم هوايه. طبعا هسه دا اروح احضر للسفره، لان باكر عندي سفره. السفره اللي هي نفسها رحله، مو سفره طياره، لا. فشويه دا اخذكم وياي نحضر سوى الرحله. و يلا حبايب، طبعا اشتريت لكم شغله، اشتريت بيبسي وكم شغله راح اشوفكم اياها هسه. بس اوصل للبيت اشوفكم اياها كلها، واقول لكم شو راح احضر للسفره وشو راح اسوي. حبايب طبعا هسه وصلت للبيت، هي هسه راح اطب وهسه راح اشوفكم. بس اقعد اشوفكم شو اشتريت واقول لكم شو راح احضر، يعني سوالف. هلا حبايب، رجعت لكم. شوي ارتاحت، ويعني تعبت بالروحة والجاية. فحسا حشوفكم كل شي اشتريت وش راح احضر باكر وسوالف. طبعا اكيد نسكافيه، ما تخلى من نسكافيه، عرفت احب هاي النوعية، كلش احبها. وانا ري انون هاي كلش احبها، هاي اكيد لازم. وال بيبسي زيرو كولا لازم، هذول موجودين. على فكرة السفرة راح اروحها انا وصديقتي، فراح نتونس ان شاء الله. وشعري على الكبشة، كلش كبشة، لان طلعت من الحمام وطلعت بس بحري، طلعت اصلا ما ديك بحكي. الكرز، كرزات لازم كل سفرة يعني، وبعدين الكلبز هذولا. وراح اخذ الاكل اللي، وراح اخذ مي حار على مود يعني يعجبني نسكافيه وكابتشينو. صدقت راح اجيب كابتشينو، راح اجيب شاي قهوة، هالسوالف. وراح اخذ بمسبح، هو فاكيد راح نسبح هيجي، ومع انه انا مع المسبح بس يعني. و شو اشتريت؟ راح اخذ وياي تعرفون مرات انسى انه شو راح اخذ، بعدين اتذكر شو اخذ. مي اكيد، مي اخذ، وبسي، والاكل هو دجاج، دجاج مشوي راح اخذه لان صحي وبدون دهن. وبعد هذا هو اتوقع، هذا واذا جبت شيء او شيء راح تشوفوا باكر فيديو كامل راح اصور باكر على مود فيديو السفره. فانتظروا فيديو باكر، كلش حلو راح يكون. وتعرفون يعني حلي، فانتظروا فيديو باكر راح يكون هوايه. انتظروني الفيديو الجاي اللي هو باكر ان شاء الله، اذا مو باكر عقبه. لا تنسون تابعوني على الانستغرام والفيسبوك والسناب، وحتى لان دائما على السناب والفيسبوك وهذولا، خاصه الانستغرام انزل كومو اشياء، وحتى فيديوهات التيك توك مرات انزلها على الانستغرام، فتابعوني عليهم. ان شاء الله يعجبكم كلهم، ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، وعلقوني شو تريدون اسوي لكم فيديوهات. وانا احبكم هواي هواي، واشوفكم بالفيديو الجاي. باي.